السلام عليكم خوتي، اليوم عندنا مطيرة طاس بون تشيميزة البلوك 50، ركبنا له لي بيستون جدد 050 كما راكم تشوفوا فيهم في الأسام. حبيت دروك راني قاعد نقفل فيه، حبيت نولاكم الحاجة برك باه تعودوا باه تكون عندكم معلومة وميم طون ما ديروش دوبل ترافاي. دروك انا قاعد نقفل فيه، شوفوا لهنا الباستيه هذه، الباستيه هذه اي رشات مالغري من برا ورشات يعني من الداخل يعلم بها ربي، وبالك لا راهي قاعده تودر ابان مازالت ما بنتش. هذه الباستيه باه تتبدل لازم تتحل عليها لابواط، باسكو لابواط هاي وين تقفل عليها، وكاين الناس يلقاو الماء ينقص وما يعرفوش منين وما يلقى حتى فويت، اي قادرة تكون هذه لازم يفيريفي الماء ما بين لابواط والموتور من تحت، لك لقى قطرة تاع ماء اي الباستية هذه اللي قاعدة تودر له في اللاطاس في البيكانتو، فهمتوني؟ هذه دونك هادية ما نقفلوش الموتور غير لك نبدلها، باسكو الباستية هذه تعمل واحد 10,000، مي الحلة تاعها لازم تهبط لابواط باه تتبدل الباستية هذه. دونك واحد ما دام هبط موتير ولا حل بباطا باه يبدل ميكانيزم توجور يفيريفي لا باستي هادي، ومادا بيك من جوان سبي كيف كيف تاع الفولو موتير لو كان يعود يوضر توجور فيريفي، ولا كان حليتو بدلوه خير جوان سبي يتبدل خير خير من اللي تقفلو ومن بعد زيدو تحلو عليه لابواط. هذا هو، وبارك الله فيكم والسلام عليكم. ركبنا لها واحدة جديدة، نعطيكم ديامتر تاعها هي 30، نسيت باه نقول لكم عليه. دركا نجمو نركبو الموتور متهنيين خلاص ألاز.